أنا معلوماتي دقيقة جدا وأخذها من يعني مصادر موثوقة. نعم. لو كان في مجتمع منضبط تماما والعورات غير متكشفة والأمور مضبوطة بكل وسائل الإعلام، ما في مثيرات. في كلمة دقيقة، هي الشهوة أول شيء تثار ثم تكبت أو تمارس. إذا عنده بقية مبادئ وقيام بيكتمها، بس عنده شيء لأنه أثيرت. فأنا بقول لما حينما لا نثير ممكن تجلس على فضائيات منضبطة شهر ما تحس، ما يحس الشاب بشيء ناقص. أما بشوف أشياء سوف يمارسها الإنسان بعد 20 عام في وقت مبكر، في عنده مشكلة. خروج شيخنا للبيئة المحيطة فيه من الجيران، من هو متدين لا في المدرسة في السوق، لن يحرك يعني هذه المشاعر الغريزية. في معطيات معصرة، في تفلت عام. أما لو عشنا بزمن انضباط هالمشكلة غير موجودة أصلا. سبحان الله. مش مرتبطة إذن بالتغيرات الجسدية الوصول لسن التكليف الشرعي. أشياء بسيطة جدا لا تغير من طبيعته الحقيقية، يبقى مطمئن كما تفضلتم. نعم. يعني ومتوازن بالسلوك. جميل. طيب دكتور، هذا العمر الذي يمر اليوم فيه كثير من الشباب والفتيات من لحظة البلوغ هو يبدأ الحساب والتكليف الشرعي من هذه. نعم. اللحظة دكتور. نعم. قبل ذلك لا يحاسب هكذا يعني دائما هالموضوع، لكن هذا الموضوع أولا خلافي. نعم. لماذا مثلا بالدول التي بخط الاستواء بلوغ الفتاة ب9 سنوات، وفي دول بشمال الأرض بالسويد ب18 سنة، ففي تفاوت. نعم. حينما الشهوة تنضج والغريزة تحس وفي مثيرات، هنا المشكلة. نعم. أما أنا أقول الانضباط بخفف المشكلة كثيرا. نعم. لكن يبدأ الحساب الشرعي دكتور من لحظة البلوغ. نعم. بالنسبة للشاب وبالنسبة. نعم. للفتاة. تمام. ما المطلوب من الشاب نبدأ فيه دكتور؟ في نقطة دقيقة جدا، لحظة البلوغ ما ممكن تتنفس بدقيقة. هذا الطفل الصغير وهي عمره 5 سنوات ما لبسناها ثياب قصيرة جدا، لبسناها ثياب معقولة محتشمة، ما عملنا أشياء ما ترضي الله. هي نشأت بعفة، نشأت بثياب محتشمة، ما في عندها مشكلة. أما فجأة كان متاح لها كل شيء، منعت من أي شيء، هي مشكلة كبيرة. تقبلها سيكون صعب للمرأة. صعب جدا. جميل. إذن هو زراعة مسبقة أبدا من لهذه القيم لدى الأولاد، لكن يبدأ الحساب بالتكليف. أنا أرى هناك تربية للطفل منذ ولادته وحتى بلوغه، في تربية. نعم. هي مهملة، هي بيتفاجأ الأب أنه ابنه صار مراهق، طلباته غير معقولة بأسرة ملتزمة منضبطة، بس في أشياء مفتوحة غير مغلقة. يعني عفوا كلمة بقولها لمرة واحدة، إذا في شيء 300 محطة بالتلفزيون وربع إباحيات، وين رايح تسهر مع زوجتك وعندك 3 شباب بالبيت؟ وين رايح؟ إذا الشاشة ما انضبطت في آثار تفوق حد الخيال. شو عمل دكتور؟ يلغي التلفزيون من بيته؟ لا في بنضبط بقنوات إسلامية وإخبارية، ما بفوتوا يعني غربلة القنوات أبدا. ممكن. نعم. تمسح كليا من الجهاز. نعم. وأنا يعني أحسن الظن بإخواننا الكرام أكثر المتدينين، ممسوحة كل الفضائيات الإباحية. نعم. ما في. نعم. لو أنت غبت ما في شيء. طب سامحنا شيخنا، الفضائيات العامة زي يعني التلفزيونات الوطنية وزي كثير من المؤسسات، حتى بعض الفضائيات الإسلامية اليوم دكتور فيها يعني هي أصبحت من متر الطريق، فيها نوع من التبرج، متر الطريق بده. نعم. غض بصر. صح. كالطريق تماما. تمنعها من بيتك ولا تخلي ابنك يتابعها وتعلم غض البصر؟ يعني ماذا يفعل الأب دكتور؟ أنا أميل أنه أنت تكون مسموح بها، بس في وازع داخلي، أنا في عندي وازع ورادع. نعم. بطولتي بالوازع مو بالرادع. ما المقصود عفوا بالوازع والرادع؟ الرادع خارجي، يعني إذا كان ضبطته بمشكلة، فإذا كان لحاله غير منضبط صار. نعم. مدام الروادع كلها خارجية. أما يعني الرادع مثلا دكتور لو ضبطه يشاهد ما هو غير مقبول مثلا أعاقبه بأحرمه التلفاز، هذا رادع. مو هذا قصدي. نعم. يعني أنت ما جبت له تلفاز إطلاقا. نعم. هو مشتهي كثير. نعم. أنت إذا جبته
وعلمته أنه هذا البابا يستخدم باستخدامات راقية، استخدامات علمية وفنية بس كلها منضبطة. فأنت وجهته، ما عاد محروم، ما عاد بيسرد عند خالته يسمع شوف تمثيلية، ما بدي خليه محروم. أنا في عندي حالة جديدة الآن، المعاصي تتناول بثانية بكبسة زر، ولا أكتمك. أحيانا تكتب بالمواقع شيء إسلامي بيطلع موقع إباحي بعنوان إسلامي في الحقيقة. فإذا بدها تعزيز الوازع الداخلي، الإنترنت خطيرة جدا. يعني كما أنه الإنترنت قدمت خدمات تفوق حد الخيال، أخطار تفوق حد الخيال بالضبط. فإذا بيت منضبط في الإنترنت منضبط والفضائيات منضبطة، هذا بيت. أما إذا في تفلت، والابن ذكي جدا ما بيخلي أبوه يعرف هالشي. أنا ما بدي أعتمد على الرادع الخارجي، بدي الوازع ينمي له إياه. يمكن يكون في التكنولوجيا أشطر من والده، أن أنمي له خوفه من الله. يعني شيخنا أنت مش مع إلغاء هذه الوسائل التكنولوجية من البيت، لكن مع يعني اختيار أنا مع أسلمت لها. هذه الوسائل جميل، مع أسلمت هذه الوسائل جميل. ولولا قدر يعني الله، كم فضائية في إسلامية كلها والله. شيء حلو، علماء كبار قاعد ببيتك عم شوف محاضرة عالم كبير قد لا يتاح لك أن تراه أساسا، شيء بمصر، شيء بالخليج، شيء هون، شيء هون. يعني في إيجابيات للإنترنت والفضائيات تفوق حد الخيال، وفي سلبيات تفوق حد الخيال. لكن هل هذا، أنا بطولتي أن أحافظ على إيجابيات هالجهازين. هل هذا الشاب اللي عمره 15 سنة دكتور هو حريص أن تكون اهتماماته كوالد اللي عمره 50 سنة ما بده يشوف شيء مضحك وسيارات؟ ما في مانع أشياء، ما في. لكن مشكلة الدكتور أنها مخترقة. لا دقيقة شوي. لما سيدنا يعقوب أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، القرآن جاي. فاللعب مطلوب، ما في لعب إسلامي. والله في مليون لعبة إسلامية بتنمي لك معلوماتك، بتنمي لك قدراتك، بتنمي لك مبادئك وقيمك. يعني أنا مرة شفت سي دي لمحمد الفاتح، والله بكيت 5 مرات فيه. لو عنا السيديات الراقية لأبطالنا الكبار اللي فتحوا العالم، مبادئ أخلاق، نصنع أمة من هذه السيديات. لكن هي المشكلة. يعني أنا أقول لك كلمة بس دقيقة جدا، بتمنى تكون واضحة. في دراسة عميقة جدا 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 للسيديات التي تباع في الأسواق، يعني يركزون فيها على الإباحية والإلحاد، كلمتين دقيقتين، إباحية وإلحاد. هذا اللي يفعله بنا الغرب. أنا ما عم بحكي أشياء ميأسة لا والله، بس أقول هنا في مشكلة كبيرة. هل أصبحت الإباحية مدخل لنشر الإلحاد دكتور؟ أبدا طبعا، لو معهم مع بعضهم غريب يقترنوا كثيرا مع بعض. أبداً شيخنا أبدا. إذن هل يروجون من خلال الإباحية اللي هي لا مقتربة من الغريزة؟ ما في مين يحاسبك. أنت لحظة شهوتك. ما في مين يحاسبك، فثم يسوق لك الإلحاد الذي يريد. والله أقسم بالله في للمؤمن سعادة تفوق حد الخيال. إلى الإله العظيم رضي عن هذا الإنسان. بمده بتجليات، بسعادة، بأمن، باستقرار، بسكينة يسعد بها ولو فقد كل شيء. يعني أنا بقول كلمة، إن لم يقل هذا الشاب المنضبط ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني، إلا أن يكون أتقى مني في عنده مشكلة. أنا مالي عم بحرم الشاب السعادة ولا الأمن ولا الاستقرار ولا التألق ولا التفوق أبدا، كله هذا. بعمل يعني عفوا، بعمل الجنة، إن عمل الجنة حزن بربوة، في جهد بس في بعدين ثمار يانعة. جنة جميل. إذا أنت دكتور مش مع إلغاء هاي الوسائل التكنولوجية من البيت كالتلفاز والإنترنت؟ أسلمتها وترشيده. جميل. طيب، وللي شيخنا ما قدر يضبطها، يعني مثلا بيحاول يفهم أولاده فيكتشف أنهم يشاهدون ما لا يرضي الله، بيفهم وبيربي فيعود في اليوم الآخر إلى نفس المشكلة، هل أنت مع في هذه اللحظة قمع هذه الأجهزة دكتور ولا ماذا يفعل؟ إذا حكمة سيدي، إذا كان قمعتها بالبيت شوف عند رفيقه. طيب إذن ماذا أفعل دكتور؟ هل أبقيها وأنا أعلم أن ابني يتجاوز حدود الشرعية؟ أنا من أنصار التوعية، ومن أنصار الترشيد، ومن أنصار الإقناع. أقنع ولا تقمع، أقنع ولا تقمع.
القمع حل غير ناجح. وإذا الإقناع في عمره الحساس دكتور لم يؤتي نتيجة ويعني وتغلبه شهوته فيذهب إلى الخطأ، بيكون في عندي أنا أخطاء بتربيته قديما. أها. هذا الجواب الدقيق بقى. أو تقصير في بعتني فيه من يوم ولادته متمقلت ما بي بيزعجك هذا الإزعاج أبدا. أنت بس تركه بسبع سنوات من دون توجيه من دون مبادئ من دون قيم.